المولى قوي جدا الى الفرحان الى خالد الرحيم. سيبدا الهدوء ما راح يستمر. هيا هيا برافو برافو برافو. رائع 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 رائع. رازي 2-2. برافو والله برافو والله برافو. يعادل بعد ما تاخر ب2-0. قوي جدا. شوف التحرك الجميل لمنتظر. سريعه سريعه فاست بريك. يا ساتر هي بطريقه عبقريه. يا سلام هي هي بطريقه عبقريه. و2-0 الان. 3-2 الان. 3-2 رازي برافو رازي برافو. طبعا كان كانت الصوره على بلال النابتي مدرب فريق الروضه. الى الان ما شفناك. ما زلنا نبحث عن مجدي الهلالي. اظهر وبان عليك الامان تسجل ولكن الخطا عليك يا مجدي. ما اروعك يا مشاري ما اروعك. 4-2 حلوه المباراه حلوه المباراه. الروضه يقدم مردود عالي. يا سلام يا قضى الجميله والفدائيه ايضا من البوسعده. حلوه. شوف الخضراوي 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 محمد المدن فرحان مميز. لعيب لعيب لعيب. برافو والله يا رازي. برافو يا عبد المولى. برافو. يعود لفارق الاربع اهداف. لفارق الاربع اهداف 9-5. مشاهدينا الكرام شوف قوته شوف صعوبته. الى رازي هدوء كبير. المدن وين تروح؟ فيها دقيقتين فيها دقيقتين. على مين؟ على احمد القصير. ايضا كان من لاعبي مضر قد لا يكون قد تواجد في الدرجه الاولى ولكن مضر مقدم. ايضا منير الخضراوي. ثلاث مرات القائم مرتين للزلفي ومره واحده. حلوه حلوه. لعيب 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 يا جواد. جواد المسعود الهدف الثالث. الجناح شغال صح في الجهه اليمنى للروضه. 11-6 مشاهدينا الكفارق الى 5 اهداف. نعم ليس بمعنى ذلك انه يستطيع. اوه اوه فاست بريك. يوه الهدف الرابع لرازي عبد المولى. برافو والله. الفارق 6 اهداف الفارق 6 اهداف. وهنا يتدخل ايضا المدرب القدير اشرف المصمودي. الشوط الثاني راح يكون مختلف تماما شكلا ومضمونا. شوف شوف الخبره وين يحطها شوف الخبره وين يحطها شوف الخبره وين يحطها. يزيد الطمر على الدائره. راح نشوف رازي ماذا سيقدم. رازي اوه رازي الهدف الخامس لرازي. يا سلام. يتعادل مع فهد الفرحان على مستوى التسجيل 13-7 مشاهدينا الكرام. رائعه المباراه من جانب الروضه من جانب فريق الروضة اللي يقدم مردود عالي عالي عالي. في شاني الزلفي يعاني. راح ندخل في الدقيقة الأخيرة. رازي رازي يوه 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 مو طبيعي. رازي عبد المولى لاعب على مستوى عالي جدا. حلوة حالة انفرادية حالة انفرادية. يا سلام يا سلام يا سلام. 15-9 مشاهدينا الكرام. لكن ولكن فقط هدفين للروضة مضغوط عليه. حلوة. الفرحان صاحب الخبرة. رازي لعيب لعيب. لا 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 لعيب لعيب لعيب. الهدف السابع هو هداف المباراة الآن. يتفوق على الفرحان. رازي برافو والله يا عبد المولى برافو. 18-15 يعيد فارق الثلاث أهداف. صحافة على مستوى الإذاعة على مستوى السوشيال ميديا كل هذا متواجد في دورة الألعاب السعودية. لعيب 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 لعيب. يا سلام. بدأ يعاني الروضة اللي سجل 6 أهداف مقابل 10 أهداف مشاهدي الكرام للزلفي. حلوة تحت. أوهو أوهو على الدائرة.